طيب دايما الكلام بيكون كتير والاخبار بتكون كتير على النادي الاهلي في مختلف فترات الموسم، ما بالك بقى الفتره الحاليه اللي طبعا موضوع الانتقالات والصفقات والكلام من ده بيبقى منتشر بشكل كبير. فخلينا نشوف ترند الاهلي والنهارده الناس قالت ايه. نبتدي بالحساب الرسمي لليوم السابع على فيسبوك، وبيتكلموا على ان الاهلي يرفع شعار سكه السلامه لخمس لاعبين بعد ضياع الدوري اكلينيكيا. عمر ما الاهلي هيبقى ده شعاره، ولا عمر ما الاهلي هيشكر لعيبته ايا كان مين هي اللعيبه اللي هتمشي. يعني ممكن اللعيبه تقعد واللعيبه تمشي، ده الطبيعي ودي سنه الحياه وده اللي بيحصل كل موسم في اي قائمه لاي فريق في الدنيا، يعني ده امر طبيعي. لكن دايما بيبقى الاحترام هو الاساس في التعامل ما بين النادي الاهلي وما بين لاعبيه، ما بين النادي الاهلي وما بين مسؤوليه وما بين اي حد موجود جوه المنظومه بتاعت النادي الاهلي. خلاص ممكن تكون فتره خلصت بالنسبه لك مع النادي الاهلي، فبيتم توجيه الشكر بشكل لائق وشكل محترم وشكل بيليق في الاول وفي الاخر بالنادي وباللاعب اللي اجتهد واللي حاول ان هو يعمل مجهود كبير جدا على مدار سنوات عديده في النادي الاهلي ايا كان مين الاسماء. يعني ايا كان هم كاتبين بعض الاسماء، خلي بالك الخبر ده قال لك خمس لاعبين. تعال بقى نشوف الخبر الثاني، ومش هقول اسماء لان لسه طبعا الملف ده لم يحسم حتى الان بشكل نهائي، ممكن يكون تم الاستقرار على بعض الاسماء لكن لسه الاعلان الرسمي دايما بيكون من خلال قناه النادي الاهلي والنادي، الامور كلها بتمشي بالتنسيق اللي حضراتكم عارفينه. فالخبر اللي فات كانوا خمس لعيبه، الخبر ده من الوطن قال لك كام؟ سبع لعيبه. فكل واحد بيحاول يجتهد، لكن العنوان هنا شويه معقول، عنوان طبيعي، تحس ان اللي كتب الخبر ده بيحاول يجتهد بيشوف شغله الراجل، مفيش اي مشكله خالص. قال لك سبع لاعبين يرحلون عن الاهلي نهايه هذا الموسم. ما قالكش بقى لسكه السلامه ولا مش سكه السلامه والاسلوب اللي هو مش بتاع النادي الاهلي ده، عنوان محترم بيقول في خبر من وجهه نظره من خلال معلوماته ومن خلال مصادر، عادي مفيش اي مشكله خالص. ومع ذلك بالمناسبه ومن غير برضه ما اقول اللاعبين او من غير ما اقول الاسماء الموجوده يعني في الخبر ده، بعض الاسماء اللي مكتوبه في الخبر ده انا باكد لحضراتكم موجودين في النادي الاهلي السنه الجايه، موجودين في النادي الاهلي السنه الجايه. الموجودين من السبعه اللي في الخبر ده في منهم اكتر من اسم موجود السنه الجايه يعني. فكله بيحاول يجتهد مفيش مشكله، لكن دايما العناوين حاولوا تنطقوها بشكل افضل علشان تكون بتليق بطريقه النادي في التعامل مع لاعبيه ومع الناس اللي عملت مجهود كبير جدا ومسيره كبيره جدا على مدار مواسم مختلفه. طيب تعالى نروح لخبر اخر، وفي اطار طبعا الحديث عن الراحلين والقادمين للنادي الاهلي، نروح ليلا كوره وحسابهم الرسمي على تويتر، وبيقولوا ان من خلال مصدر قال لهم ان خطوه واحده تفصل انتقال بواليا الى مالاتيا سبور التركي معارن. مش هنعلق برضو، مش هنتكلم في الجزئيه دي، كل شيء وارد في كره القدم. ممكن لعيب استنتاجيا تقول ان هو خارج، وممكن في يوم وليله الامور تتغير وتتعدل ووجهات النظر تختلف، فهي دي كره القدم. ايا كان بواليا موجود مش موجود فهو لعيب مميز حاول بكل ما اوتي من قوه ان هو يعني يساهم مع النادي الاهلي في مختلف البطولات ومختلف المشاركات اللي شارك فيها. نتمنى له يا رب التوفيق لو موجود مع النادي الاهلي، نتمنى له التوفيق لو خرج معار، كلها امور هيتم حسمها خلال ايام قليله باذن الله تعالى بشكل نهائي. واحنا دايما مش هناكد لحضراتكم اي معلومه هنا من خلال قناه الاهلي غير لما تكون بشكل رسمي، غير لما تكون بشكل نهائي، ده امر طبيعي. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر وبيتعلق ببيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، وده من الوطن الرياضي على حسابه على فيسبوك، وبيقول ان موسيماني هيسافر يوم السبت اللي هو تاني يوم اخر مباراه هيلعبها النادي الاهلي امام اسوان في بطوله الدوري، هياخد اجازه هناك في جنوب افريقيا لحد ما يتم الاعلان عن جدول المسابقات الجديد او يعني مواعيد مباريات بطوله كاس مصر تحديدا من قبل الاتحاد المصري لكره القدم، وبناء عليه تم تحديد موعد عودته للقاهره عشان يستأنف عمله مع الفريق ويستعد لمختلف البطولات. واحنا عارفين ان شهر 9 عندنا فيه تحديات كبيره ومهمه جدا. اخيرا خليني اخد الخبر ده قبل ما اطلع فاصل، الاهرام وحسابهم على تويتر بيقولوا ان البدري يطمئن على محمد شريف قبل معسكر المنتخب الوطني. محمد شريف احد ابرز اللاعبين في الدوري المصري، بالتالي هيكون احد اهم اللاعبين في منتخب مصر، وهدف الدوري حتى الان برصيد 19 هدف، فكان في تواصل من الكابتن حسام البدري تليفونيا مع اللاعب بيطمن على حالته، خصوصا ان هو لسه عائد من اصابه في العضله الخلفيه، واللاعب بقى سليم تماما وان شاء الله باذن الله هيكون متواجد في قائمه مباراه الغد اللي هيتم الاعلان عنها بعد قليل، ولو طلعت في اي وقت طبعا هنقولها لحضراتكم. هروح لفاصل سريع وبعدين كمل، استنوا.